الابراج والموسم المناسب ليهم، بما انه وقت الموسم توا بعد يهز يحب يهز موسم لل 27 ما عادش برشا، دونك الجمعه الداخله، دونك شنو هي الابراج حسب الابراج، شنو هي الموسم المناسب؟ شنو برجك ايمن؟ اليوم اسد. برج الاسد، باهي خلينا نشوف ست ابراج باش نبداو بهم اليوم. على حسب البلوره ونشوف البلوره ونشوف الكارتولوجيا، الموسم هو تاع 2000 وهذا في رمضان، ان شاء الله يكون الحمل عنده يعشق اللبسه الروز، واكثر حاجه سليبي، اكثر حاجه يحب حاجه حلوه سليبي، وهو يا ودي اختك بمخارق وزليبي. خلينا نبدا حاجه اخرى، خاصه الابراج اللي هو المناسبه برج الحمل، هو خاصه يستنى في حاجه تكون حاجه فاوحه، يكون ورد، يكون بارفان، معناتها موسم بارفان، موسم هذا موسم تاع برج الحمل هو البارفان عطريه. نتعداو للبرج اللي بعده، برج الثور، شكون ثور لهنا؟ انا. هاجر مثلا، كان موسم هاجر شنو نهزوا له؟ الثور. الثور هو واحد السيروم وشويه غنى شويه. الثور من ابراج اللي عندهم رومانسيه برشا وعندهم كبرياء، يحب ولا حاجه اللباس، من يبدا يلبسوا حاجه يستنى فيها دقيقه ودرجه، هي ديما تقحف بنتها المعلم. يعشق اللبس هو الانوار، ويعشق الجري في الفتره هذه، يمشي معاه الحظ ويستنى في هديه تكون في حاجه لباس، لباس هو تكون صحيحه. هاجر تحب لبسه معناتها، يعشق يعشق اللبس، مش اللبس يكون حاجه غالي برشا، حتى كما كنت تشرق عليه اي حاجه ترضيه برج الثور. باه زين، لا من عين شكون تستنى في الهدايا؟ معناتها تنجم تكون فوالا، تنجم تكون في العمر هذا بيشونيس، ما بين حتى وحياتي باش تبدا تو كبرت ولادي باش تلاقوا روحي تو كلهم تعيشوا قصه حب، يقولوا فهموا فهموا تعيشوا قصه حب بيأسر، ديما نعيش قصه حب عبود بسكايب عرفت من طرف ثالث، من طرف ثالث. البرج اللي بعده برج الجوزاء. الجوزاء اهو، شفت الجوزاء؟ شكون الجوزاء ساعدني؟ ها هو الجوزاء، هو كموشه، معناها ما يمد حاجه الا بالسيف، يستنى في الذكر يستنى من هديه من عند الانثى. شو تقصد بكموشه سي محسن؟ يكمش، معناها ما يحبش يصرف. يعني مش حاح، لكن هو صاحب الجوزاء يموت على الهدايا برشا الذكر، الانثى لا، الانثى مسكين تلقاها بارده وخطيها. معناتها الطفله برج الجوزاء نقولوا احنا ترضى مسكينه باللي يجي، ترضى باللي يجي، ما عندهاش مشكل. باهي، برج العذراء. عذراء، شكون عذراء؟ ميقالوا في بيت. لا بدل جدي تو امين خلص الوعد زياد، صحيح الكلام ولا لا؟ هو قال على الطفله مش على الطفله. العذراء، العذراء ياسر اخذ كيفاش تمشي كيما هذيك عذراء، هذه عذراء عرق الاساعي عندها، عرق الاساعي عندها. العذراء هي طيبه برشا وترضى باللي يجي، ما تحبش حاجه قويه برشا، معناها العذراء يموت على اللون، يكون احمر يكون ازرق، وفي زاد يمشي معاه في الحظ نتاعو في الفتره هذه، خاصه الموسم يتسنى في حاجه، ما تحبش تحب حاجه تحفه، تكون مثلا حاجه تحفه في الدار زينه، ما تحبش حاجه تلبسها او برفان. باه زياد ليه كلامك موضح محسن، راك عباره تقول في تشانشينا. لا واضح، لا واضح، احنا فهمنا. تو نقول لك انت تحب على الجوزاء، مش الناس الكل جوزاء، جوزاء الاناثي انسان خاتيهم، حد محضر وحد مرضو، لكن الذكور يحبوا كان حاجه تفخفخه، يحبوا على دار على كرهبة، ما يحبش يهز حاجه. تو فهمتك صحيح، فهمتني اخويا عزيز، هو الكلام لوجيك اي تك، خاصه كيفك انت تك. برج الاسد، شكون برج الاسد لهنا؟ اختي في بالي ايمن برج الاسد. الاسد هو كيما شفناها، هو الاسد تحسوا هذاك اسد، الاسد هذه تعرف شو معناها؟ اسد دومي فوندر، شبيه لابس لك فوندر يا اخويا، هذه كارتولوجيا نتاع الموسم. ايش معناها الاسد؟ عنده في قلبه ياسر يخمم ويركز، خمم قلبي، يخمم قلبه ايه؟ وقاعد في امور غرام بالحب، الحب قاعد في قلبه كبير برشا، امور الاسد كي يعطي حاجه يعطيها بقلبه ضمير، ما يهمتوش هو ايش يعطي ما يعطيش، الاسد يرضى بكل شيء، حتى كلمه حلوه هكا وكلمة حلوة او حاجه هكا هذيك ايوه يعني نقول حنين حنين صحيت حن بنات، مش فايده في تزرع كل شيء، اعطيها كلمه حلوه برشا تكفي كل شيء. انت برج الاسد يحن اكثر من اللازم. بربي المصطلح نتاع العرافين هذا، فما عباد تتساءل اش معناتها كارتولوجيا؟ فسرها لي. اول حاجه انا عالم فلك، مش عراف في التعبير، العباد يقولوا عراف، يسمى استرونومي واسترولوج واسترولوجي. ركز معايا شويه، عايش يقولوا عراف، هو كان تنبؤات، خلينا نكلمك تنبؤات والفلك والابراج وكذا كل شيء من عهد السنين. كارتولوجيا اش معناتها؟ كارتولوجيا هي كارتا. علاش كارتولوجيا مش كارتا؟ بابو خط الخارج يقولوا كارتولوجيا، وكارتا يقول ميديام كارتولوجيا، ومثلا يقولوا كافي، نقولوا مثلا كل حاجه. ليدي ليدي الشيخ حموده دعاه بالشفاء العاجل. سيب 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 لنا محسن، سيب برج الاخراني، برج السرطان، انثى السرطان،
شنو انثى تغزر الجسم وانثى سرطان شنو الموسم اللي تستناه؟ السرطان. السرطان هو الموسم اللي يحب عليه كما الشمس، الشمس تزرق برشا، والموسم اللي حاجه فيه قعد قلبه بين شيرتين، ما يحب تحسه الموسم تاعو هكا خايف، يحب يمد اي حاجه لكنه مش خايف، مش خايف منها من حاجه اخرى لكن خايف من الحوايج اللي مش يمدها له. افلاطون يحكي معناها خايف مش خايف، خلف هو اش معناها خايف. السرطان يعطي كثير، يعطي اي كثير برشا. الفتره هذه تحسوا تعب ماديا ونفسانيا وكذا كل شيء. مش يهز موسم. معناها مش يعطي موسم حلو. لا حلو. أكثر حاجة حلوة. تكون جاتو، تكون حاجة حلوة. معشعش ولا مين فلوري مثلا. أي معشعش برشا. دونك هذوما الجزء الأولاني من الأبراج اللي بقي باش نكملوهم إن شاء الله في الحلقة نتاع نهار الأحد. ترى عملنا طلع على أيمن السيق شنو مخبيته الأبراج. أي يا سي أيمن. بسم الله. يعطيك الصحة. أنت برج الأسد والأسد هو باهي. هي تعبت برشا ووريت وجه السوق طلعت وبعدين رخيت وريت وجه السوق بعد رخيت تحس كذية الثالثة الأولى والثانية والثالثة أمور عاطفية نطيح ونقوم لا لا خلي متعلمتي ولا تقوم هذه ثالثة عاطفية في أمور الحب تو الثالثة تو في الجيب ثابتة لكن كأن ركحت لوحدك بيه خاطر أنت كل موجه البحر مرة طلعك بسم الله الرحمن الرحيم عملت علاقة مع أنثى وصارت لك مشكلة كبيرة برشا والأنثى ذي كانت عطتك خنقاتك عايشتك على استرس حسيت مخنوق حسيت روحك فات لكن تو الفترة ذي ارقحت المادين قاعد تبني في بنية باهية صحيح 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 البنية قاعد تبني قاعد تولي في وجه السوق معناها أنت بنية ساعدا مش تشرق لك الشمس والبلورة مش تشرق لك لكن لازمك تكون رزين شوي أنت فزع عصبي في برشا عباد ربحت وفي بعض عباد عطيتهم الثقة ودار عليك اي صحيح عندك الثقه برشا الناس كل صحيحه معناتها هذه الثالثه هذه الثالثه ثابته صح كريم ولا ثم كل شيء موجود ولا موجود اما تقعد قداش برشا شويه ما عادي شنو بر... لا هذه الثالثه قالك ثابته 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 لكن انت ديما هاني ريحتك تميل ولدك برشا ها تميل ولدك برشا اي نعم تميل ولدك وهذه الثالثه خويا تخيل كلمه الثالثه هذه حتى لها امك اكثر من لازم ميزي عليها معناها اي الله يرحمها أبدي هذه حتى لها قبل حتى لها قبل الوالدة وشتروا حتى وبعدين أكيد ندمت عليها ربي فهمتش قالك لحظة لا نقطع شعري ونقطع الجبة لا 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 أنت أنت سامحني أنت هو قلت حطت عليها الوالدة قبل قالك أمي متوفية يا ودي وين حطت عليها يا ودي قبل ثم أنثى حتى لها قبل عايش كي رحم والديك ثم أنثى حتى لها قبل وفات اللعبة أنت قلت أنثى حتى عليها الوالدة 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 الله يرحمها يا ودي مش توكا اللي عندها توكا هذه قبل ثم لها 10 سنين متوفية قالك الوالدة توفيت الوالدة توفيت لها 10 سنين يا محسن هذه الوالدة عجبتها يعني الوالدة قبل ثم لو عايش كي اسمعك قبل ثم انت ثم انثى كانت الوالده باش تعطيها لك باش تاخذها فماش ما فماش لا 10 سنين ولا فماش في اسم حرف الميم ما هي مش اسمها في اسم حرف الميم ولا فم ميمتي هي بيد انا اخذها شو ما فماش ولا فماش وبعدين صارت اشكاليه مع انثى قول اي حتى كان غلط لا مش صارت اشكاليه مع انثى قعدت مع مشاكل اي لا غلطي ما تعكسنيش ما نحبكش جملني لكن تو اللي حاط له ماكش مهني روحك معاه حسك هكا مش خطوه ثابته توا ثابته لكن هو قاعد يمشي هكا ومشي هكا لكن الانثى توا حتى لها طفله متربيه باهيه الحمد لله تاع زواج الحمد لله تاع كسبه يقول لك نواسي واعتب له كان بعد الذريه اه وي ايمن صحيح ولا لا شنو بالضبط برشا حاجات برشا خيوط برشا باش تحل قمرك وقال باش تعمل بنيه جديده شحال قمرك بلا سكوب قمرك ولا الأغلبية لا الأغلبية مش موجودين مشروع بتاع فن مش حل مشروع بتاع فن يعطيك صحة يا محسنك وصلت هو مثال نجم يكون هو حاش ما حبش يقول الله أعلم ثم برشا ناس نجم يقول لك لا 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 وبعدين يهز تليفون يبدأ يكلموا فيا يا سي محسن والله اللي يقول شكون يجي لهنا فيتي يهز تليفون برشا عباد كلموا والله ما نذكروش منهم حتى اللي صارت المشاكل مع المؤسسات مش نطلبك بعض وهذا هو اسكن جاري في مسير راهو مش بعيد برشا راهو ما نذكروش اه ملكيك ناتل